السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية. مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث ثقة. خوتنا دائما بالغرف النوم الجميلة. اليوم نظرا لطلباتكم جبنا لكم شومبرا بزاف شابة. خوتنا كنتوا تقولونا في الكومنتير جيبوا لنا شومبرا بيضاء، ولكن ماشي بالخشب الأحمر، حبذا لو تكون اون بوات. أثاث ثقة كانت عن طلباتكم، جابت لكم غرفة بيضاء وبلو بوات. قبل ما نبدأ في شحت هذا الفيديو اللي يشرح لنا خويا سليم، ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد خاوتنا. وانا شو نقول لكم؟ سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محبي أثاثيقة اينما كنتم. أثاثيقة يحييكم من شوروم رقم 3، من قاعه عرض رقم 3 خاوتنا اللي متواجده جيست اكوتي قدام قاعه عرض رقم 1 اللي متواجده بمدينه القليعه حي كركوبة ولاية بازا أمام مخبر تحليل الدم. خوتنا محبي الغرف النوم العصرية، اليوم جبنا لكم غرفة بزاف شابة خوتنا تحت اسم بيلد. خوتنا لا شومبر بيلد راهي توجور ديسبونيبل هنا بمحل أثاثيقة، خدمة تاعها بزاف شابة خوتي. هذه الغرفة مصنوعة كامل أون بواتر، يعني محبي لبواتر نحبهم دايما نحبهم كامل لهنا، محبي لبواتر نحبهم كامل هنا خوتنا. جبنا لكم غرفه بزاف شابه بيلد لا شومبر بيلد خوتنا. هاي ليكم 4 بورت كوليسون، اربع ابواب منزلقه مصنوعه كامل اون بوا اتر. وزيد على هذا خوتنا، زيد على هذا وشنو لا شومبر راهي مصبوغه اون بلون، معناتها راهي بالبلون مصنوعه بالبوا اتر وزيد 4 بورت كوليسون، يعني ثلاث مميزات يعني اجتمعوا في هذه الغرفه بيلد بزاف شابه خوتي. درزات لا فينيسيون، شوفوا لا فينيسيون تاعها بزاف شابه خوتنا. لا فينيسيون عندها ثقه تسمعها وتزيد تشوفها بزاف شابه بيان فيني خوتنا. حاجه واحده اخرى عندكم هذا الموتيف عند الرزاق اللي بزاف شباب اللي يجي على شكل حجره خوتنا، راهو طبع لا شومبر تاعنا جاي على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى. زيد لي تاعها خويا عبد الرزاق، شوف كيفاش مصنوع، يعني الخدمه تاعو بزاف شابه. المونطون تاع لو كوتي عريض بزاف خوتنا، شوفوا العرض تاعو شحال عريض، مصنوع كامل اون بوا ات، حاجه ما شاء الله من راه بالميتيبلي خوتنا بالميتيبلي، يعني حاجه سوليد. وزيد لو يعني لو با تاعها راه مرفود على الارض، يعني راح يساعد هذوك النساء لي مانياك من الماء ويخافوا لا شومبر تاعهم اذا تتشمخ. زيد خوتنا لا شومبر عززناها لكم بديبوني كيما راكم تشوفوا خوتنا، في الميطال كيما راكم تشوفوا لي بزاف شابين، يعني الفتح تاعهم سهل والغلق تاع الابواب سهل. وزيد على هذا خوتنا لا شوم طري بيان غليسي، يعني كوليسون تاعها بزاف هايل خوتنا، يعني ما راحش تعيق، يعني افتح اغلق على راحتك خوتنا. بعد ما شفنا الشكل الخارجي تاع الغرفه تاعنا، الان ننتقلوا للهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا خوتنا. الان ننتقلوا للهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا خوتنا. كيما راكم تشوفوا عندكم الجهه اليمنى والجهه اليسرى، يعني الجهه اليسرى تاع المشاهدين والجهه اليمنى تاع المشاهدين. نبداو بالجهه اليسرى خوتنا، عندكم كارتي طاجر 1 2 3 4، يعني 5 دفات 1 2 3 4 5. عبد الرزاق لي طاجر خوتنا هنا راهم بالالومنيوم كيما راكم تشوفوا، يعني طري بيان فيني خوتنا، لا فينيسيون تاعهم من الفوق ومن التحت، يعني ما شاء الله خوتنا. عبد الرزاق الغرفه راهي نقيه من الداخل ومن برا، قرب لهم خويا عبد الرزاق بنشوفوا، يعني الغرفه مسبوغه من الداخل ومن برا. خويا عبد الرزاق شغل عندك دريسين في الغرفه تاعك، يعني خدمه ما شاء الله لا فينيسيون. الحاجه اللي ناكدوا عليها ونعاودوا خوتنا نزيدوا نكرروها هي لا فينيسيون، الدقه خوتنا، الدقه في التصنيع، خدمه ما شاء الله. قلنا كارتي طاجر على الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى تاع المشاهدين، وكارتي طاجر على الجهه اليمنى تاع المشاهدين، 1 2 3 4 5، خدمه ما شاء الله. ننتقلوا الان للجهه الوسطى، هاي لكم الجهه الوسطى خوتنا عبد الرزاق، ميم لي كوتي ميم لي سيباراسيون هنا راهم بالالومنيوم، تري تري بيان فيني عبد الرزاق، حاجه تري تري بيان فيني. كما قلنا نروحوا للجهه الوسطى، هاي لكم الجهه الوسطى خوتنا، هذه هي الجهه الوسطى، الجهه الوسطى اليمنى تاع المشاهدين، الجهه الوسطى اليمنى عندكم ايطاجير كما راكم تشوفوا، عندكم اسباس بوغ لا ترينك، والجهه اليسرى اليمنى خوتنا عندكم ايطاجير كما راكم تشوفوا بلانيمينيوم، وعندكم اسباس بوغ لا ترينك، يعني كيفاش نقولوا عبد الرزاق، يعني هنا تنقسم جهه تاع الراجل والجهه
تاع لافينيسيون ما شارا خوتنا كما كنتو تشوفوا. هذه هي الهيكل، ولا هذا هو الهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا خوتنا. بعد ما شفنا الشكل ولا الهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا، الان ننتقلوا يعني الجزء مهم من الغرفه واللي هو لولي تاعها. خوتنا لولي تاعها فيه 1.90 على 1.60. شوفوا الخدمه تاعو بزاف شابه خوتنا، يعني الشكل تاعو هايل بزاف. عندكم لاطي ديلي تاعو هايله بزاف، راهي اون كابيتون خوتنا بالبيج كيما راكم تشوفوا، اون كادرومو تاع لو غران دوسي راهو كامل اون بوا ات تري بيان فيني خوتنا، تري بيان فيني. عندكم هذا الموتيف اللي راهو هنا خوتنا، يتبع الموتيف عبد الرزاق، يتبع الموتيف تاع لا غاندروب تاع الابواب اللي جايين في لا غاندروب. خدمه ما شاء الله. وزيد نروح لو تي دوسي تاعها راهو كامل كابيتون، اون كادرومو تاعو كامل اون بوا اف، يعني حاجه تري تري بيان سوليد خويا عبد الرزاق. وكما قلنا الميتراج تاعو 1.90 على 1.60 متر، يعني 160 سنتيمتر. الان ننتقلوا لاطاب دنوي خوتنا. لاطاب دنوي هاي ليكم خوتنا، لاطاب دنوي هاي ليكم بزاف شابه خوتنا، يعني قاعده زجاجيه بالنوار دو تيروار برايا تيليسكوبيك اوفرتير فاسيل خوتنا، دي بواني في النوار، حاجه ما شاء الله يعني كلش مطبوع فيها، وراهي مرفوده على الارض مصنوعه كامل اون بوا اف. نروحوا الان خوتنا الجزء الذي لا يتجزأ من الغرفه، جزء مهم ومهم جدا خاصة للنساء خوتنا، واللي هي لا كوافيز خوتنا. لا كوافيز راهي جاية على ستيل بيرو عبد الرزاق، وري لهم جاية ستيل بيرو خوتنا كيما راكم تشوفوا. واش معناتها؟ معناتها تريح آلاس هنا خويا العزيز، شوف تريح آلاس تخدم صوالحك، يعني آلاس هكذا عبد الرزاق. عندكم قاعدة زجاجية في النوار كيما راكم تشوفوا، عندكم نوكادريمو كامل اون بوا اتر خوتنا، كي نقولوا بوا اتر نقولوا الخشب الزين، يعني حاجه تري بيان سوليد. عندكم شحال عبد الرزاق احسب شوف رواتير وار خوتنا برايا تيليسكوبيك اوفرتور فاسيل خوتنا كيما راكم تشوفوا، دي بوطون في النوار، عندكم دو بورت اوفرونت واحده على اليمين واخرى على اليسار، وحاجه واحده اخرى خوتنا لا طاب دنوي كيما راه كيما لا كارضرب، يعني مسبوغه من داخل ومن برا ومفينيا من داخل ومن برا. عبد الرزاق المرآة تاع لاكوافيز راهي جاية بلانسيزيون كيما راكم تشوفوا، ونكادرومون تاعها هنا راهو كامل اون بوا اف. هذه هي لا شومبر بيلت خويا عبد الرزاق اللي دير 23 مليون 800، انت ولا انت اذا راكم انتريسي وحابين تشوفوا هذه الغرفة ما عليكم غير طابي والارقام اللي راهم ظاهرين في الاطار الاحمر، وحنا ما بقالنا ما نقولكم تهلاو في روحكم 23 مليون و800 ونجيبوها لكم حتى للدار مجانا، يعني النقل والتركيب مجانا من عند اثاث ثقة. سلام.